هل للويل للذين لا يصلون؟ لا، الذين لا يصلون ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، في جهنم. ترك الصلاة عند بعض أهل العلم عمدا ولو مرة واحدة قد يودي بالعمل فيحبطه، لكن الويل هنا للمصلين. سبحان الله، أيجعل الله الويل، وقيل أن الويل عذاب، وقيل أنه واد من أودية جهنم، للمصلين؟ نعم، لأن هؤلاء يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون. وهنا إياك أن تقف في هذه الآية قبل أن تكمل التي بعدها. بعضهم يقول فويل للمصلين ثم يسكت، ويحك، إذا نصلي وبنروح للنار، إذا لماذا نصلي؟ لا، الوصف هنا للذين هم عن صلاتهم ساهون. من الذي سهى عن صلاته؟ يدخل في هذا الأمر فئام كثير. أولا المؤخرين لها عن أوقاتها، يدخل وقت العصر ولم يصلي الظهر، يخرج وقت المغرب ولم يصلي العصر، ويجمع الصلوات كما شاء. مثل بعضهم ينام يقول رفع القلم عن ثلاثة. يا حبيبنا، أنت عمرك كله مرفوع القلم عنك؟ تغيب عن الصلوات وما غبت عن الامتحانات وما غبت عن السفريات والطائرات؟ أما لقاء رب الأرض والسماوات فتتأخر فيها وتجمع الصلوات، هذا من الساهين عن الصلاة، من الساهين عن الصلاة الذين لا يحسنون الوضوء. ويل للأعقاب من النار، يتوضأ ولا يحسن ولا يستنزه من البول ولا يصل إلى المرفق، والأعقاب آخر القدم ما غسلت، هذا عن صلاته ساهل. ومن الساهين عن الصلاة يقف أمام الله ولا يستشعر القيام بين يديه، ولذلك لا يدري كم صلى ولا يدري ما الإمام قرأ، ودائما يكره الإمام الذي يطيل به بالوقوف أمام الله. وتلاحظون في صلاة التراويح أجمل إمام عندنا وهو اللي يسرع سرعة، بعضهم يخل بها، هذا من السهو في الصلاة. ومن السهو في الصلاة عدم الاهتمام بالسكينة والخشوع في أركانها، ينقرها نقرا. حبيبنا رأى رجلا يسمى في السنة الرجل المسيء في صلاته، يركع يسجد مباشرة يرفع، قال دعاه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله، وأحد السلف لما رأى رجل يستعجل في الصلاة سمع الله الله أكبر، قال منذ متى تصلي هذه الصلاة؟ قال من 40 عام. قال من 40 عام لم ترفع لك صلاة. الخشوع وسكون النفس وطمأنينتها. بعضهم يسجد على طرف أنفه حتى لا ينطعج وينثني مرزامه، وبعضهم إذا سجد رفع قدميه، وبعضهم لو أطال الإمام لضجر وهو بين يدي الله، مع أن الإمام يجب أن يخفف في الصلاة المفروضة، لكن هذا لا يحب الصلاة أن تطال، ساهٍ. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق عليه الصلاة والسلام، إذا ضاق صدر الحبيب وحزبه أمر وأتته الهموم من كل درب ماذا كان يقول؟ يقول يا بلال أرحنا بها، أي أنا أريد أن أنعزل عزلة بسيطة عن الخلق لأتفرغ باللقاء الخالق. فإذا الإنسان صدق في علاقته مع ربه أقسم بالله لا يوجد هم إلا والسجود علاجه، وأقسم بالله إن بعدت عن الصلاة والله إن الحياة تكون جحيم. ولذلك يقول الله واستعينوا، استعينوا على كروب الحياة. واحد يقول يا شيخ أنا كل ما طقيتها عدلة انقلبت عوجة، كل ما بغيت أتجر خسرت، كل ما تزوجت طلقت. عدل وضع علاقتك مع الله بعروج روحك إليه، أجمل لقاء في الحياة. أنا أدعو من أراد الطمأنينة والراحة والسعادة. عندك دمع؟ بعض الناس إذا يريد يبكي يبكي، يأتي عند أمه، عند أبيه، عند مديره، عند المستشار، عند المعالج السلوكي المعرفي، يقعد يفضفض فضفض. الله يجزاك خير. لكن وش رأيك تفضفض عند ربي في سجدة؟ أقسم بالله إن الذي يقلب الظلام نور والنار بردا وسلاما ويعكس الموازين ويجعل نواميس الكون شرقها غربها ويجعلك تحتار في عطائه وتدهش العقول في نواله هو الله، فكن معه. الصلاة
وإذا وجدت إنسان عنده نقص في السعادة أنا أحكم يقيناً عند النقص بعلاقة مع الله في الصلاة. ولذلك السعادة مرهونة في اتصالك، الصلاة اتصال. جوال بدون شريحة يعمل يا أخوان؟ إنسان بدون تواصل مع الله ما عنده شريحة اتصال مع الرحمن لا يمكن أن يعيش فوق ملكه سعيدا، لأنه لو عاش فوق ملكه سعيدا كان الذي خلق السعادة ظالم. أحبابي الله لماذا، وحاشى ربي جل في علاه أن يكون ظالما، لماذا الله فرض الصلاة في السماء؟ كل شرائع الإسلام في الأرض، تدري أيها المبارك؟ لأن الله يريد من عباده إذا وضعوا الجباه له في الأرض واحتضنوا الأرض وجعلوا أجمل وأشرف بقعة في أبدانهم على أديم الأرض، يريد من أرواحهم أن تعرج إليه فيسكب فيها الروح والطمأنينة والسعادة ويردها إلى تلك الأبدان، فيعيش العبد ما عاش فوق الأرض سعيدا. والله أحبابي علاج كثير من همومنا وغمومنا، فقط عدل البوصلة، عدل التردد، التردد خطأ. بوصلتك يا أخي لا توصلك إلى المقام الذي تريده. الله جل الله بقليل من الماء، ربع مد علبة ماء الصغير هذه 330 ملي، هذه مد، هذه تكفي لكي تهيئك للوقوف بين يدي الله لتبثه أسرارك وآلامك. أما وإن انتظرت نزوله في جوف الليل، والعجيب أن لله نزول يومي. والله أحبابي في هذا الوقت بعضنا نائم أو بعضنا مشغول، الملك جل في علاه أقسم بجلال الله طيلة العمر له موعد لعباده المعذبين، المهمومين، المغمومين، الذين ظلمهم الخلق، ضاقت عليهم مسارب الحياة، الذين إذا قال يا رب تقطعت أصواتهم بالعبرات وسالت قلوبهم بالدماء. الله يعزيهم وهو الملك فينزل في الثلث الأخير من الليل، هنيئا لك إن كنت مع الذين سيكونون في لقاء الملك، والذين سيستقبلون وصوله إلى السماء الدنيا بسجدة أو برفع يد. ماذا يقول ربي؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أحبابي يعني كأنه يقول في مهموم يريد أن أمسح عنه العناء. إذا جت الساعة 2 ليلا إلى أذان الفجر وكنت غائبا عن الله، أنت غائب عن السعادة، ولن يقودك إلى السعادة إلا حب الله. وحب الله علامة، من وصل إليها أمن من كل خوف. صحح وضعك مع من وهبك تطمئن على كل نعمة وهبك إياها. لا يرحل الأمر، والذي يحميه هو الله. إذا اتكأنا على حولنا وقوتنا والله إنا ضعفاء، والله إنا ضعفاء. لكن متى نظهر الضعف؟ بعد ما تروح الحياة ويروح نعيمها ويروح جمالها، نرفع العين إلى الله ونقول يا رب جميل هذه تقولها وأنت قوي. فمن تعرف على الله في الرخاء عرفه ربي في الشدة.